عندما حصل إغلاق حقل الناصرية الغربي، الشركة الأمريكية علقت أعمالها وهي ملزمة بعقود وملزمة بملايين الدولارات وأموال، لكن عندما شعرت بنوع من الخطر ونوع من تهديد أعمالها وتأخيرها علقت أعمالها. فكيف بالسياح الذين يأتون إلى هنا؟ طبعا أكيد الأمور هذه تؤثر، وتؤثر بشكل كبير جدا عندما يكون الوضع الأمني غير مستقر، عندما تكون هناك تظاهرات، قطع للطرق والتقاطعات وغيرها. السائح لا يأتي نهائيا. زقورة أور هي قبلة السياح أصبحت بعد أن زارها البابا فاتيكان فرانسيس من العام الماضي واحتفلت ذيقار بيوم التسامح العالمي فيها في الزقورة بحضور 150 شخصية، وكان هناك اتفاق ما بين الوفد وما بين هيئة الآثار هنا في ذيقار وأيضا الحكومة المحلية بتسيير رحلات قادمة من السياح لمحافظة ذيقار لتكون قبلة سياحية، لكن حتى الآن توقفت هذه الأمور. تحدث عن الرحلات السياحية بسبب الوضع الأمني، وأيضا حتى الآن لا توجد مرافق سياحية تليق باستقبال السياح في زقورة أور، وحتى الفنادق المتواجدة هنا في ذيقار هي قليلة، لا ترتقي لمستوى السياح وعدد كبير. إذن هذا الملف نعم تأثر، وتأثر بشكل كبير جدا، وقد يتوقف ولا يتطور نهائيا أن يستمر الوضع الأمني في ذيقار على هذا الحال ووضع التظاهرات. وللأسف نشاهد أن الحكومتين المحلية والمركزية لا تنتبه ولا تهتم لهذا الملف الذي قد يدر أموال كبيرة جدا اقتصاديا للمحافظة وللعراق بشكل عام.